مساء الخير. في أوروبا والدول المتقدمة بيقولوا don't judge a book by its cover، وإحنا عندنا بنقول الكتاب بيبان من عنوانه. خلينا نبص على الكلمتين دول ونقارنهم ببعض. don't judge a book by its cover يعني ما نحكمش على الكتاب من الغلاف بتاعه، مع إن ممكن مؤلف الكتاب ده يكون ليه رأي في الغلاف ده. ممكن الغلاف يبقى فيه ملخص أو بريفينج في آخر الكتاب تدل على اللي جوه الكتاب. برضو ممكن يكون للمؤلف رأي في شكل الغلاف، في حجمه، في إزاي هيأثر على القصة. بس لما الكتاب بيبان من عنوانه، هو للأسف ممكن من كتر ما المؤلف قعد في أيام وليالي وتعب في الكتاب ده، ممكن ما يبقاش لي كلمة في عنوان الكتاب. ممكن يبقى الناشر هو شايف إن في عنوان تاني أنسب للكتاب ده وممكن يبيع أكتر. هي الفكرة كلها إن إحنا كلنا مؤلفين كتبنا، مؤلفين كتب بتاعت حياتنا احنا، وان بس مش كلنا لينا يد في العنوان بتاع الكتاب. في عوامل خارجية كتير ممكن تأثر في الموضوع ده. ممكن الميديا، ممكن افلام، ممكن مواقف فردية هي اللي تأثر في العنوان اللي هما بيكتبوه للكتاب ده. أنا مرسي. أنا في ناس كتير قوي بيفكروا فيا حاجة من اتنين. أول حاجة إن أنا مقهورة، إن أنا مش متعلمة، إن أنا شخصيتي ضعيفة، إن في رجل ما أبويا أخويا أو جوزي هو اللي بلبسه لي. تاني حاجة إنه أنا علامة جهبذ ملمة بكل أمور الدين، وإن لازم نجري عليها ناخد أي فتوى. أنا ولدي ولدي حاجة كمان، أنا ما بغلطش، أنا بغلط. أنا ببساطة واحدة حبت طاعة في وجهة نظرها وعملتها. الحقيقة كمان إن أنا فاشن ديزاينر. أنا من وأنا صغيرة القصة بتاعتي ابتدت وأنا صغيرة قوي. أمي كانت بترجع بقصائيس القماش بتاعتها من عند الخياط، فكنت بحب أخد القصائيس دي وأقعد أخيط للواربي بتاعتي الحاجات اللي هي بتلبسها. كنت ببسط قوي لما بعمل كده. بعديها دايما تلاقي في الكراريس بتاعتي وانا بذاكر سكتشز او حاجات كده. كبرت دخلت الجامعه، ما كانش في تخصص فاشن ديزاين، فدخلت سياسه وعلوم سياسيه في الجامعه الامريكيه. بس اتبسطت قوي لما لقيت كورس 400 ليفل في الارت اسمه فاشن ديزاين. كنت انا بتخرج، فكان عندي كورسات المجعلصه الكبيره دي 400 ليفلز، وقلت لا انا هاخد الكورس ده مهما كان. اضطريت اعيد حاجات كتير والموضوع بياخد وقت كبير قوي، بس اخدته الحمد لله. اخدت فيه A minus. بعد كده جربت شغل اول ما اتخرجت واشتغلت في حاجة تانية، وبعد كده قعدت في البيت، اتجوزت، خلفت، وبعدين ابتديت ادور على حاجة البسها. كل العبايات وقتها كانت ما بتعبرش عني، ما كانتش ليها علاقة قوي بالموضة، وما كانتش شخصيتي. فابتديت اعمل لنفسي انا عبايات. لقيت
بلبس العبايه اللي انا عاملاها، صحابي ايه ده عبايتك حلوه، ما تعملي لنا، طب اوكي طب ما اعمل لكم، يبصوا على عباياتهم ايه ده عبايتك حلوه، يجوا لي. فالحمد لله word of mouth ابتدت تكبر. قعدت في كده 3 سنين. بعد ال3 سنين جوزي قعد معايا قال لي ها ايه الستيب الجايه؟ هنفضل كده؟ قلت له ليه ما نفضلش كده؟ قال لي لا هنغير كده. قلت له اوكي. فقال لي طب خلاص نفتح محل. قلت له فاين. فتحنا المحل، حطينا فيه فلوس، مجهود كتير، جبنا مهندس ديكور، عمل لنا شغل وكل حاجه. دي واحده من عبايتي. بعد كده هو المحل بصراحه الافتتاح بتاعه كان 5 ايام قبل ثوره يناير. هو كان وقت جميل قوي الحمد لله. المهم فضلت عافر، فضلت اقول لا وهو هينجح وان شاء الله، بس هو ظروف البلد ساعتها يعني كانت جميله الحمد لله، ف يعني ما قدرتش استمر اكتر من 2 سنين. كان لازم اخد بزنس ديسيجن ان الموضوع كده خلاص، ما كانش هينفع اكتر من كده. طبعا نظرا ان انا كنت تعبت قوي في المحل وحطيت فيه انفستمنت كبيره وحطيت فيه مجهود يعني كان لود عليا، طبعا ما كنتش احب ان الموضوع ما ينجحش وان انا اقفله. فكنت مستنيه كده، كنت بدعي ربنا يا رب يعني اي ساين ان انا اكمل بقى. فالحمد لله ربنا عوضني خير يعني، وجات لي في يوم من الايام كده ايميل نتشرف ان انت تشتركي معانا في دبي فاشن نايت. ايه ده؟ فاشن شو؟ بجد؟ انا؟ طيب اوكي ربنا يستر. طبعا انا ساعتها كان لازم اكلمهم اقول لهم هو انتوا ينفع معاكم ان انا بمظهري ده اشترك؟ فقالوا لي ما فيش مشكله. انتوا متاكدين؟ متاكدين. طيب خير. طيب انا بقى ساعتها كمان وقعت في ستيريوتايبنج برضو، ان انا احكم على الحاجه قبل ما اجربها. ازاي وقعت في كده؟ ان انا كنت فاكره بقى انا هتعامل بقى مع مودلز وهيقعدوا بقى يتعاملوا معايا باستعلاء، وان مش عارفه اتكلم معاهم ومش هيفهموا انا عامله كده ليه، فانا بقى مش عارفه اعمل كوميونيكيشن، فالشكل هيبقى وحش والحاجات هتبقى وحشه والدنيا هتبقى ضلمه. طيب قلت لا ان شاء الله خير وهستخرت والموضوع اتسهل. المهم بقى ان هم طلعوا طيبين جدا، والمودلز صاحبنا على بعض جدا، وعندي على الانستغرام وعلى الواتساب وعلى فيسبوك، وبيسالوا عليا على طول، ولو حد من الاولاد تعب انت كويسه؟ كويسه يا جماعه ربنا يكرمكم. الفاشن شو الحمد لله نجح جدا، اتعيد 2 مرات هناك. و في اول 48 ساعه على الفيسبوك حقق 28,000 فيو الحمد لله. وده كان اعلى فيوز من الديزاينرز كلهم، كان في حوالي 20-25 ديزاينر ساعتها. الحمد لله جالي برضو انترفيوز، تلفزيون انترفيوز، وعملوها لي في ام بي سي، في دبي تي في، وفي قناه الان والحره. ابتدى الموضوع يتعرف ويبقى بجد. بعد كده الحمد لله يعني انا كنت راضيه جدا. انا نسيت اقول لكم ان وقت المحل انا ما كنتش راضيه من جوه، يعني كنت مبسوطة ان والله ده ستيب فورورد وايه ده والبزنس بتاعي بيتقدم والدنيا كلها حلوة، بس ما كنتش حاسة ان ايه ده، لا الحتة الارت اللي جوايا دي راضية. فلما جات لي فرصة الفاشن شوب بجد حسيت ايه ده، هو ده مكاني. برضو حسيتها اول ستيب، يعني انا لسه بدري عليا قوي يعني، بس حسيت ان كل الناس برضو صحابي اللي معايا في المدرسه
ومعايا في الشغل وكل حاجة، ايه ده برافو عليكي، جو اون، ايه ده احنا ما كناش متخيلين، ايه ده برافو عليكي. واحدة من قرايبي قعدت تقول لي انت يا بنتي ده انت حطيتي اسمنا في وسط الجوتشيز والفانديز اوف ذا وورلد. كده شوية زيادة يعني، لسه بدري على الموضوع ده. ايه كمان؟ انا الحمد لله دلوقتي بكمل الدبلومة بتاعتي في الايطاليان فاشن اكاديمي، ادعوا لي يا رب اتخرج عشان انا ما بتخرجش. حاجة كمان ان شاء الله باذن الله، يعني في عندي بلانز ان انا اعمل فاشن شوز في امريكا الفتره اللي جايه وفي بلاد تانية. اللي انا عايزه اقوله ايه، اللي انا عايزه اقوله انه ما تخليش حد يحط لك عنوان وتتقيد بيه. حقق حلمك، انت مش مجرد عنوان، انت كتاب وانت اللي بتكتب سطوره بايدك. وشكرا.